تختتم قمة الويب قطر 2024 فعالياتها اليوم بالدوحة بعد تسجيل حضور أكثر من 15 ألف مشارك من 118 بلدا. من جهته أكد الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة أن القمة حققت منذ يومها الأول العديد من الأرقام القياسية، مرجحا أن محطة مثالية لتحقيق أو أنها محطة مثالية لتحقيق الأهداف التكنولوجية المرجوة. ويقول القائمون على النسخة الأولى لقمة الويب في المنطقة إنها تأتي في إطار السعي لجعل قطر وجهة رئيسة للتكنولوجيا والاستفادة من الموقع والبنى التحتية لتعزيز التواصل بين المبتكرين والمستثمرين. نتابع تفاصيل هذه القمة مع موفد العربي أحمد خير الدين. تفضل أحمد. نعم جمال، كما أشرت ما يسعى إليه القائمون على هذه القمة أن تكون نقطة لتلاقي العاملين في مجال التقنيات، خصوصا ما يخص التقنيات المالية. أكثر ما ستسمعه وأنت تسير في الأقسام هنا والجلسات هو الحديث عن الذكاء الاصطناعي، خصوصا ما يتعلق باستخدامه في المجالات الطبية، المجالات الإعلامية، كان هناك الحديث عن أكثر من استخدام لذلك. ما يسعى إليه القائمون أيضا، وهذه القمة ستعقد لمدى 5 سنوات مقبلة هنا في قطر، تحدث كذلك المشاركون عما مثله هذا الاستثمار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء وزير الخارجية عند افتتاحه بمليار دولار للشركات الناشئة سواء في قطر أو في المنطقة، أن هذا يمثل دفعة جديدة لمسألة الابتكار وتلاقي صناع هذه التقنيات في هذه النقطة وتبادل الخبرات. هذه الجلسات تركز كذلك على مسألة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. هناك تواجد لشركات جوجل ومايكروسوفت، وحتى أعلنت شركة تيك توك عن إنشاء أول استوديو لها هنا في قطر، وسيمثل ذلك أيضا دفعة لتطوير الإبداع من خلال تقديم تقنيات وتدريبات للعاملين في مجال صناعة المحتوى والصحفيين وغيرهم من المهتمين بهذه التقنيات. استمعنا كذلك إلى جلسات في مسألة استخدام هذه التقنيات في الترويج الرياضي، استخدام هذه التقنيات كذلك فيما يخص الجانب العلاجي. في اليوم الأول استمعنا إلى من تحدثوا عن تطورات فيما يتعلق بالتوصل إلى علاج للسرطان، حتى كيف يمكنك أن تستخدم هذه التقنيات في فهم ما يصلك عندما تذهب لتقديم تحليل أو تلقي تحليل للدم، كيف تفهم ما يجري في ذلك. هذا ما ناقشه المجتمعون هنا منذ 26 من هذا الشهر، ويترقبون أن تكون النسخة المقبلة والنسخ المقبلة من هذه القمة العالمية التي توقد هنا لأول مرة أن يتم الاستفادة بما نوقش في هذه القمة. أحمد خير الدين، شكرا جزيلا لك أحمد.